مساء الخير مشاهدينا، مساء الفن والجمال، مساء الثقافة والإبداع. طبعا هذايا أول موعد نضربوه معكم الأسبوع هذايا في المجلة الثقافية اللي تعودتوا بها من الاثنين للخميس. هذا هو الموعد وهذا هو التوقيت تحديدا اللي يجمعنا واللي لمنا، خليني نقول يوميا 4 أيام في الأسبوع. باش نقول لكم مرحبا بكم، الرحلة متاعنا تبدأ من توا في مواكبة ثقافية فنية لكل أخبار الثقافة في تونس وفي العالم العربي. البداية باش تكون فنية سينمائية مع تتويج جديد يجي لتونس من خلال فيلم أغوستينوس ابن دموعها، الفيلم اللي تحصل في الإسكندرية في المهرجان السينمائي دورة 33 على جائزة الإنجاز الفني. بعد شوية باش يكون حاضرين بيناتنا زوز ضيوف حتى نتحدث على الفيلم هذايا، عبد العزيز بن ملوكة منتج الفيلم وأحمد أمين بن سعد ممثل وبطل الفيلم. في جزء ثاني باش نحكي وخليني نقول موسيقى، باش يكون حاضر بيناتنا ثنائي أيضا باش نحكي على اختتام مهرجان ليالي العبدلية مع مرتضى إشكيوة، ونحكي أيضا على جديده الفني ومع أنيس الغربي باش نحكيه فنيا غنائيا وموسيقيا. الجزء الثالث باش يكون خليني نقول مع الجمال ومع الفن مع ملكة جمال تونس في الدورة الأخيرة 2017، باش تكون حاضرة بيناتنا هيفاء إغدير. باش نقول لكم مرحبا بكم في المشاهدة. هذوما هما العناوين والخطوط الكبرى للحصة نتاعنا. نعاود نذكر فقط انه زوز طرق يخليكم حاضرين بيناتنا في الحصة هذه، عن رقم الفاكس نتاعنا 71 284 183، وكيف كيف صفحتنا على الفيسبوك طوق الياسمين. مرحبا بكم مرة أخرى ضيوف يخذوا مكانهم، تبدأ رحلتنا من توا. مرحبا، شو نقول مرحبا سعد عزيز بن ملوكة منتج العظيم ولا يشق له غبار، وبالفيلم هذا يظهر لي علامة ثابتة في تاريخ السينما التونسية والعربية زيدا. كيف كيف نحب نرحب بك أحمد أمين بن سعد. مرحبا أهلا بيك. أهلا مرحبا بيك ومرحبا بمتفرجي الوطنية الثانية. مرحبا بيك عايش. شعب العزيز بدينا بالكبير اليوم، حبينا نبدأ بتتويج وكم نحن سعداء كل ما يبدأ عنا جايزة نفكوها. هو الفيلم هذا معناها مش الجائزة الأولى نتاعو، شارك في وهران وخذا جائزة كبيرة برشا، هي تسمى جائزة الجمهور. يعني في وهران المهرجان ما يخش جائزة معناها نتاع المخرج ولا، إذا أحسن جائزة وأكبر جائزة هي الجمهور. أي. لأنه مهرجان جماهيري أكثر منه. في اسكندرية الفيلم هذا معناها تعرضت في آخر دقيقة، مطلوبة وطلبوه ولأنه المخرج متاعه مصري اللي هو سمير سيف. سمير سيف. وهذه العملية هذه معناها أول عملية تصير في تاريخ السينما العربية أنه إنتاج مشترك ما بين 4 جنسيات عربية. أي. اللي أنا معناها نالني الشرف أني قدت هالسفينة السفينة هذه فيها 4 جنسيات، تونس أولا وبالذات. هو أسطول أكثر منه سفينة أسطول. ما شاء الله يعني. تونس أولا وبالذات فيها الدكتور عماد دبور اللي هو الانيسياتور، معناها هو اللي مول البروجي، هو المبادر بالعمل، وأنا معناها كشركة تونسية. ثم الجزائر ودخلت معنا وزارة الثقافة التونسية والمركز الوطني للسينما والصورة، ومن بعد دخلت الجزائر في معناها في شخص وزير الثقافة سي الأستاذ عز الدين المهوبي، والمركز بتاعهم بتاع السينما، ثم لبنان الموزع معناها العالمي لبناني، والمخرج بطبيعة الحال، وفريق كامل مصري اللي هو من بعد خذا علينا الواحد وبدا يروج معناها في الفيلم. في الفيلم احمد امين بن سعد، التجربه هذه شنو نقولوا عليها في مسيرتك ككل كمحطه، كيفاش نجموا نبوبوا ونعرفوا المحطه هذه مقارنه بكامل مسيره احمد امين؟ هي مسيرتي تقطعت في الـ في الـ في النص، معناها لانه مسيرتي كممثل توجد كل عام في السينما وفي التلفزه جات وقت معين تقطعت نهائيا او شبه نهائيا. لا، هو دون ادنى شك انه في مسيرتي كممثل هذا اهم دور، هذا اهم دور
خذيته في حياتي وباش يبقى مأثر فيا مدة طويلة. أنت باش تحكي لنا لأنه صرحت وقلت حتى اضطرابات نفسية. صحيح. معناها تكلف لك شوية غالي. على مستوى غالي على مستوى النفسية نتاعك، باش تحكي لنا علاش قلت هكايا، وباش يحكيو كيف كيف نواصلوا مع منتج الفيلم، نحكيو على ظروف العمل والمنافسة والأجواء، وخليني نقول كل الصيت اللي أعطاه الفيلم في المهرجان الإسكندرية في الدورة 33. أما بعد نعطيو الكلمة لزميلتنا إيمان مجد الصغير قاعدة تستنى في فقرتها أخبار ثقافية، جولة سريعة مع إيمان ونرجع. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تابعوا فينا على قناة الوطنية الثانية وطوق الياسمين، وبداية أسبوع موفقا نحب نوجه تحية للناس اللي تابعوا فينا من بنزرت حتى البنقردين في الجمهورية، وحتى التوانسة اللي تابعوا فينا البرة، باش نعطيكم إن شاء الله على قريب أهم العروض اللي قاعدة تصير والحفلات خارج حدود الوطن، وديما تنجموا تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك نتاعنا طوق الياسمين، وإلا تكلمونا زادة على التليفون. الأخبار الثقافية كالعادة نعملوا دورة لأهم التظاهرات اللي قاعدة تصير في تونس، ونبداو مع تتويج برا تونس، تتويج جائزة كاتار للرواية العربية، تتويج تونسي نصر سامي ومنيرة سمحوني الدرعاوي. تظاهرة هذه صارت البرة، وكما قلت تتويج عربي تتويج تونسي. التتويج هذايا جاء على خاطر شاركوا تقريبا 1144 مشارك البرة في التظاهرة هذه والجائزة هذه، كما قاعدين نشوفوا تتويج لنصر سامي ومنيرة الدرعاوي في الدورة الثالثة لجائزة كاتار. نحكيه على نسبة ونحكيه على فلوس المنحط تقريبا لجائزة هذية، وفي الدورة هذية نلقاو 575 ألف دولار أمريكي، 575 ألف دولار أمريكي منحط للفائزين الكل يشاركوا في الدورة الثالثة لجائزة كاتار. ونعاود نذكركم الجائزة هذه كانت من نصيب الثنائي نصر سامي ومنيرة الدرعاوية. نمشي ونحكي على خبير آخر وخبر آخر، وإمضاء اتفاقية نحكي في شأن الثقافي في تونس، نرجع ونحكي على إمضاء اتفاقية بين وزارة الشؤون الثقافية والهيئة العربية للمسرح لتنظيم الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي في تونس، واللي باش يصير إن شاء الله من 10 حتى 16 جانفي 2018. الهيئة العربية والدورة هذه العاشرة المهرجان المسرح العربي باش تضم عديد من التظاهرات، باش تكون فما عروض مسرحية، باش يكون فما مؤتمر، باش يكون فما زادة تكريم لرموز مسرحية تونسية، وباش يكون زادة فما حفل افتتاح، كما باش يكون فما حفل اختتام بالنسبة للدورة العاشرة مهرجان المسرح العربي باش يقام إن شاء الله في تونس. نمشيو القفصة ونحكيو على افتتاح الموسم الثقافي في قفصة اللي انطلق نهار 14 أكتوبر، والافتتاح كان في بعديد من الأنشطة اللي كانت موجودة في السجن المدني بقفصة، وباش نواكبوا إن شاء الله كل يوم في طوق الياسمين أهم التظاهرات الثقافية اللي قاعدة تصير في جنوب التونسي وفي قفصة. نمشيو نحكيو توا في منوبة، نرجعو من جنوب التونسي نرجعو المنوبة ونحكيو على مهرجان الأيام الشعرية العربية منوبة اللي باش ينطلق نهار 19 ويتواصل حتى 22 أكتوبر، وهو من تنظيم جمعية أحبك يا وطني. الافتتاح باش يكون بالطبيعة بحضور وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين، وباش تكون عديد من الأنشطة اللي باش تصير في المهرجان هذايا، ونعاود نذكر هي الدورة الأولى، وباش تكون فما مشاركات عربية وتونسية. كانت هذه آخر الأخبار الثقافية، نرجع لكم بعد في كويك نيوز آخر الأخبار زادة الثقافية السريعة والمشاهير، ونرجع لإيناس وبقية فقرات برنامجنا طوق الياسمين وضيوفها. شكرا إيمان يعطيك صحة. طبعا هذه إطلالة أولى خلينا نقول مع إيمان، مصافحة أولى مع إيمان. نرجع باش نحكيو على الفيلم الحدث اللي قلت حصل على جائزة أفضل إنجاز فني في مهرجان الإسكندرية السينمائي، وكنت سألتك أحمد أمين بن سعد قلت لك تحدثت وصرحت وقلت وأنه تكلف لك هالفيلم هذايا، خلف لك خلينا نقول اضطرابات نفسية، كيفاش؟ هو الفيلم مش فيلم عادي، مش مجرد ما فماش شخصية خيالية وانت باش تتقمصها، هي شخصية تاريخية موجودة، وبالتالي أصلا فكرة التقمص أنا نبعد عليها شوية. الأقرب هو محاولة الاقتراب من الشخصية هذية وملامستها، لأنه ما تجمش تتقمص تقمص شخصية موجودة معناها. وهو شخصية أغسطينوس في حد ذاتها في الفترة اللي لعبتها أنا، اللي هي فترة ما قبل تعميده، يعني ما قبل إيمانه بدين آبائه، هي فترة الشخصية كانت فيها أنطولوجية بامتياز، معناها نهار كامل شك وبحث، ف
فهذا رجع لي أنا نفسانيا، لأنه مش من السهل أنك تدخل معابد غيرك وتفكر تفكير غيرك، وهذا مع العلم أنه كنت ومش أيا كان هو معناه مش أيا كان شوف. بالعمق اللي عليه عليه شخصية أغسطينوس. ما تنساش لنا نصور يوميا، ما نصور بنفس الريتم اللي صوروا بيه لي تكنيسيان، وعليه وليت فما خلط بيني وبينه، فما مشاكل نفسانيه قاعده. اي اما هذا خدم الحبكه من خدم. بعد وخدم الصوره النهائيه اللي خرج والشكل النهائي اللي خرج. هو 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 تهنى، لو كل حاجه نفسيه تضر الممثل تخدم الفيلم، تهنى احفظها معنا. اما المعادله اي اما بعدين فما تقنيات زاد باش الانسان ينجم يتخلص من هذاك، فما اضطرابات مازالت موجوده لكن ما هيش مقلقه ياسر، سيتم تجاوزها بالزمن بدور اخر. سي عبد العزيز تكلف زيادة، هو قال تكلف عليه غاليا نفسانيا، انت تكلف عليك انتاجيا، يعني مجهود كبير حسينا وراء الفيلم هذايا انتاجيا كان نحكي. ثم السؤال الثاني هو في جزئين لو تسمع، يعني حسينا وانه فما رهان على فكره ماهيش ماديه ولا فكره صعيبه شويه، يعني كيفاش رهنت وتحمست للفكره الاساسيه للسيناريو الاساسي؟ قبل كل شيء نحب نحكي على المغامرة متاع، إذا كان صح الكلمة متاع أحمد أمين. هو أولا نزام هوش بالسهل، أنه ما تعرف الوضعية كاملة معنا في السينما العربية، أن السينما المصري هي الكل والممثل المصري هو الكل. يعني التحدي اللي صار أنه المخرج المصري يختار أحمد أمين بن سعد ويراهن به ويخرج به خارج تونس ويعرضوا في على الشاشة المصرية، راه مش بالسهل معناها. والنقاد المصريين صعاب، يعني نال اعجاب مش خاطر هو بحذايا، انا كنت نتمنى ما يكونش بحذايا باش نحكي عليه خير من هكا. معناها القاء استحسان الجمهور والنقاد المصريين والممثلين المصريين معناها اللي انت شوقتنا سي عبد العزيز برشا، دونك انا باش نخلي نستسمحك نسمع اجابتك على الاسئله نتاعي بعد ما نشوفوا شويه لقطات بالحق، معناها افون جو مزيان شوقتنا باش نشوفوا على شنو قاعد تحكي سي عبد العزيز لو تسمع، هات نتفرجوا. بعد عرضه في الدورة 27 أيام قرطاج السينمائية 2016 وحصوله على جائزة الجمهور لأفضل فيلم في مهرجان وهران بالجزائر، يتحصل مؤخرا فيلم أغسطينوس ابن دموعها على جائزة أفضل إنجاز فني في الدورة 33 مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. أنت ما اسمك؟ أغسطينوس. ألا يوجد للعشق مكان في حلمك؟ ها؟ يستعرض الفيلم رحلة مخرج جزائري يعمل في قناة تلفزية كلف بتصوير فيلم وثائقي عن حياة القديس والفيلسوف أغسطينوس منذ ولادته، ويمر بالأماكن اللي مر بها أغسطينوس بحثا على مادة توثيقية وحقائق على الشخصية. يما يما ولكن أود أن أعرف في البداية، هل أنت مسيحي؟ لا لا. وهل يلزم أن ينتظر سنوات أخرى في هذه الضلالة؟ مش حتى نظرة حنينة في عينيك تبين باللي راك متوحشني. صدقيني استغرق تصوير الفيلم 3 سنوات بين تونس والجزائر وفرنسا وإيطاليا، وهو من إنتاج تونسي جزائري بإمضاء المخرج المصري سمير سيف. ونلقاه في البطولة عائشة بن أحمد، علي بنور، أحمد أمين بن سعد، جميل المداني، ونجلة بن عبد الله. أغسطينوس جد خطير. تسلحوا بإيمانكم فقط واتركوا الرب ينتصر. هذه فكرة على الفيلم وأجواء الفيلم وتاريخية الفيلم. نرجع لك سي عبد العزيز. هو رو الإنتاج معناها من يلزم حاجة تجلبك. أنا وقت قريت السيناريو الحقيقة في الدير لافيريتي للسيناريو اللي كاتبه المصري سامي سامح سامح سامي معناها أعجبت به، معناها فيه سلاسة على مستوى الكتابة، معناها مازلنا في مرحلة الكتابة. وقت قريت السيناريو وقت قررت أني نحب نعمل فيلم من النوع هذايا اللي هو تاريخي وعمره ما تعمل في تونس، ما تماش معناها كان نصنفوش نقولوا سي عبد العزيز، نقولوا روائي
وثائقي، روائي وثائقي. هو أي. هو القصه باش تدخل في التاريخي. عملنا كروبورتاج يعني واحد سينمائي قاعد يعمل في روبورتاج على أغسطينوس اللي هو جزائري الأصل وقاري في تونس، يعني قاري في كارتاج. فمعناها من غاديك المنطلق. أنت جاوبتني على الشق الثاني اللي هو حماسك، كيفاش جاي وكيفاش ولد الحماس. ما جاوبتنيش إنتاجيا والتكلفة، لأنه معناها كي نجي ونثبت ونلقاو أنه المناظر تتغير والأماكن تتغير، الكوستيوم يتغيروا، يعني إنتاجيا التكلفة كانت كبيرة. التكلفة كانت كبيرة، مانيش باش نعطي الأرقام لأنه الأرقام ولا فيها برشا بيع وشراء في تونس. أما التكلفة كبيرة لأنه المشروع كبير، يعني التكلفة تمشي هي أنت والمشروع وكبر المشروع. والتكلفة ما كانش التونسية، كانت ضئيلة جدا 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 من الدولة، كانت ضئيلة يعني ما أنا مساهمة رمزية. المساهمة الكبيرة اللي كانت من عند عماد دبور اللي هو البروديكتور برينسيبال، شوية احنا ومع الجزائر والموزع اللبناني اللي في الاخير معناها كيف شاف العمل وحس انه العمل ينجم يروجه معناها تجاريا، دخل في الاخر معناها بامكانياته. وهذاك الاستاذ انري عاون، هذاك اللي وصلنا معناها كملنا به المشروع اللي بالكاليتي هذه، معناها بالمستوى هذا، يعني بمستوى الصوره، مستوى التمثيل، الكوستيوم. انا ما نجمش نحكي لك عليه اكثر من اللي من العباد اللي شافوه في مصر. معناها الناس اعجبت به لانه بالنسبه للمصريين ما عندهمش النوع نتاع السينما. او بيناتنا حسيت كانه جائزه الجمهور فرح بها سي عبد العزيز بن ملكة. فرح بها الحقيقه، معناها فرحتك اكثر جائزه الجمهور، وديما تقييم الجمهور يهمنا معناها. لا هو في مهرجان وهران يقع بطريقه ديمقراطيه، يعني الجمهور يحط في صناديق اقتراع اسم الفيلم، معناها كريديبل نقولوا احنا، فما كريديبيليتي اللي تفرح المنتج واللي يعملوا في. وحتى الجائزه نتاع اسكندريه، الجائزه نتاع اسكندريه نفرح بها لانها اعطت حق الناس كل، انصفت الناس كل، من ممثلين للتقنين للمنتجين للمخرج، يعني الناس الكل، انجاز متكامل وانجاز فني متكامل، يعني جائزة الانجاز معناها الفني متكامل، معناها ان تظهر لي الخير باللي جائزة الاخراج، يعني الفيلم ككل شاملة نقولوا احنا شاملة. جامعة نعم. وشاملة في وسط هذا الكل، كيفاش كان التعامل وانت بطل الفيلم هذايا اللي فيلم ماهوش سهل معناها كتركيبة بالنسبة للدور الاولاني والدور البطولة، ثم احكي لي على انسجامك وتعاملك مع مجموعة من الممثلين مش توانسة، يعني مجموعة من خلينا نقول من دول مختلفة، كيفاش كانت التجربة؟ والله هو بداية حاجة مهمة ومهمة جدا، باش نقولها قدام سي عبد العزيز ومش خاطر هو بحذايا معناها ممكن نلوح لأنه مهم ومهم جدا مهم ومهم جدا ظروف التصوير، حاجة مهمة ومهمة جدا. أنا ساعات نمشي باش نناقش كونترا ما نناقش الفلوس نتاعي، أنا نقول لهم اش عندكم ظروف كيفاش ناويين تصوروا. وهذا بصراحة نشكر عماد دبور وسعد العزيز بن ملوكة والمنجين والموزعين لأني كانت ظروف جيدة جدا وهذا مهم. بعدين المخرج سمير سيف، بصراحة الدكتور سمير سيف معناه شخصية شديدة الحرفية، يعرف روحه بالضبط شنو يحب، يعرف روحه شنو يطلب منك وكيفاش، معناه مسألة تاخذ وقت قصير. والفريق التقني بينسور كان نظام كبير. أما في تعامل أول مع مخرج لأول مرة أحمد أمين، كيفاش لقيت التعامل؟ يعني الإدارة إنه يديرك مخرج لأول مرة، ما تعرفش تباعه، ما تعرفش كيفاش يتعامل مع الممثل، ما تعرفش حالات الغضب نتاعه وحالات اللي يبدأ فيهم مرتاح، يعني كيفاش تعاملت؟ ثلاث أيام بالضبط أنا وسامي رسيف ما عادش نتكلموا كلام بالعين. بالعين نفهموا بعضنا، لأنه بصراحة أنا معناها ولد دومين، ولد بلاتو معناها، وهو خبرته طويلة ياسر، فمباشرة فهمت لغته وفهم لغتي وصار الشالنج هذايا، السينرجي هذايا، الانسجام والتوافق بيني وبينه. وانا راني ممثل ياسر مفتوح في مساله التوجيه، معناها قبلتش نمثل معاك. انت مسرح عادة، معناها عادي هذا خدمك. طبعا. معناها قبلتش نخدم معاك، نعطيك روحي، وجه كيما تحب وهز وين تحب، ثقه هي ثقه كامله ما فيهاش، ما راش انا حتى حكايه شك ولا يهزنيش المخرج غادي، انا ما عنديش هذا بالكل. بالنسبه للممثلين، ممثلين كانوا تونسيين وجزائريين، وانا كان تعاملي في البلاتو اساسا مع ممثلين تونسيين. أنا في بطولة مطلقة، بالتالي معناها كبار الأسماء كانوا يجيوا نعتبرهم في ضيافتي، معناها تبدأ بطل في فيلم كيجي زميلي يعتبر ضيف معناها.
سيرة ابن عمر ولا غير سيرة ابن عمر ولا سي علي بنور ولا اسامي كبيره معناها اللي انا نعرفها ولا جمال مداني ويمن دراك ولا غيره ولا الرحله الطويله اللي عشتها مع عائشه بن احمد اللي هي تمثل دور امي في الفيلم. يعني هي اكثر وحده عشت معايا التورناج واللي العمل مع عائشه بصراحه صراعات النفسيه سي توجور ان بليزير دو ترافاي افيك عائشه معنا. ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب. هي قاعده تقدم في مصر تو قاعده ان شاء الله راكم متالقين وبالحق معنا نسعد ونفرح وقت اللي يكون فما جائزه وبالحجم هذايا. صحيح هي ايلون جلوب نقولوا احنا تلم كل شيء معناها وتعطي حق الناس الكل واحسن جائزه. سي عبد العزيز قول انت والله احسن جائزه طبعا يعني العمل متكامل كما كان يحكي لك كمين تو على معناها التعامل مع المخرج. يعني الناس الكل حطت من رواحها يحبوا ينجحوا المشروع يحبوا ينجحوا الفيلم توانسة ولا جزيرية ولا مصري ولا هذا هوني بدات الجائزة هكا تجي الجائزة وهكا تفكر هو السينما فن جماعي ومن غير نكران ذات ما تتعملش معناها. صحيح. انا نقول لكم يعطيكم الصحة حابين نصافحوكم بعجالة باش نقول لكم بالحق يعطيكم الصحة وان شاء الله ديما 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 تاريخ السينما التونسية يكون هكا جوائز وتاريخ كله استحسان و كيسو سوا من الجمهور ولا جايزة كما هكا كلهم يصبوا في خانة إنه السينما التونسية تعمل في حاجة مزيانة إن شاء الله. ما فايدة نقعد ونعمل السينما يعني السينما مش مهرجانات وجوائز يلزم على طول العام ما نعملوش السينما للمهرجانات ما نعملوش السينما على خاطر مشات الفيستيفال في الزنقة جابت ميداي والجرايد تحتكتب. السينما يلزم تكون في بلادنا احنا طبيعية قول انت نخدموا على طول العام والجائزه تجي تعرفوا مهرجان ولا مدامنا في دارنا في التلفزيون الوطنيه. نحب نقول اللي قبل الوكاله الوطنيه للنهوض بالقطاع السمعي البصري كانت تتعاون في انتاج السينما. التلفزه التونسيه كانت تدخل في بعض الانتاجات كانت تشري بعض الافلام. فهمتش علاش التلفزه حسيناها رخت من الدومين الكولتوريل كله معناها من سواء من السينما سواء من المسرح سواء من غيره. التلفزه لازم ترجع تعاون. التلفزه راهي معناها سنترال معناها مساله ندور وهذا هو دورها وهذا اللي قاعده تخدم عليه وهي التلفزه الوطنيه ماهيش نامبورت كيلتي. اكيد اكيد اكيد. شكرا لكم سيدي يعطيكم الصحه. كنا اكثر فرحانين انكم حضرتوا بيناتنا ومعانا باش نهزكم فنيا باش نمشيوا بعضنا نواكب على طريقتنا اختتام ليالي العبدليه. المهرجان اللي تبعناه من بدايته الى نهايته اصدل الستاره عليه الجمعه اللي تعدات. هذا حفل الاختتام. بعد شويه باش يكون الثنائي مرتضى شكيوه وانيس الغربي معنا. تفضل. على عيني رضا يا ملك الهوى يا حبيبي يا دور عيني على عيني على عيني سهرة اختتام ليالي العبدلية قدمها الفنان عدنان الشواشي باستضافة الشاب مرتضى شكيوة. وقد وقع تكريم عازف القانون توفيق زغنطة وكذلك حبيب التركي عازف الكمانجا وبمشاركة الفرقة الوطنية للموسيقى. على عيني دلالك على عين دلالك للأستاذ عدنان شواشي وعيني على سحر الهواء وإن شاء الله الأغاني الأخرين باش يكونوا لهم كلثوم وعبد الوهاب علي الرياحي حاجات حلوة على الأخر. كلام الناس يحيرنا ولا تعب الدنيا يغيرنا ولا يمكن دمعة سيما صمود مدير مركز الثقافي العبدلي. باهي سيما اليوم الاختتام حكينا على الاختتام اليوم واش كم شي امن الاختتام. الاختتام هو سهره تكريميه للاستاذ الكبير عدنان الشواشي وهو قامه من القمم الفنيه في تونس. دونك باش تكون السهريه على ذوق سياسي عدنان خاطر حكينا معاه برشا وكل ماهيش سهريه عاديه يعني عرض موسيقي باش يتعدى على روحه. هو باش يكون مخرج العرض هذايا باش يقدم هو الناس اللي باش يطلعوا باش يقدم روحه يعني باش تكون كاني سهريه عدنان الشواشي مش كان فنيه. دونك هذا هو سهرية اليوم باش يكرم هو معناها الأساتذة الكبار يتوفيوا سنة الله يرحمهم كيما الأستاذ توفيق زغندة عازف القانون والأستاذ حبيب التركي عازف كمانجا وهو استدعى أولادهم باش يعزفوا معناها بتيت هوماج لوالديهم.
باش يكون زادة باش يقدم لنا شاب جديد في الفن، يعني فنان صاعد اللي هو مرتضى شكيوة، وباش يقدم لنا كالعادة باقة من أحلى أغانيه اللي مستسين بها واللي تربينا عليها الناس الكل. حاتم زغندة، أنا ولد المرحوم توفيق زغندة. الحفلة هذه استدعاني فنان عدنان الشويشي باش قال لي باش نعزف 3 دقائق. اخترت أنا بويسكو نعزف ترومبيت كلاسيك، دخلت اخترت باش نعزف دوزيام موفمون من كونسيرتو هايدن. اخترت طبعا اذا كان ما نجمش نغني اغاني الكل، اخترت 6 أو 7 أغاني المعروفين الاكثر ولا اقل، فهمت؟ هي رمحله، هي سهره رمزيه نسبيا لكن فيها تكريم الفنان مازال حي والحمد لله، خاطر تعودنا وهذا شيء مؤسف انه ما نكرموا الفنانين تاعنا الا بعد رحيلهم. باقة من أغاني ترابية استمتع بها الجمهور الحاضر، أبدع في أدائها الفنان عدنان الشواشي. هذه كان حفل الاختتام مهرجان ليالي العبدلية، وطبعا كنا حكينا وقلنا انه المهرجان هذايا جمع ثلة من ألمع نجوم الغناء والموسيقى في تونس. بحذايا زوز خلينا نقول ثنائي اللي كنا نراو فيكم في الروبورتاج بامضاء زميلنا حسني دبيش. نحب نرحب بيك مرتضى شكيوة، مرحبا. انيس الغربي مرحبا بيك، كيف بيك عايش. هات نبداو احنا بالاخر قبل ما نجيو للجديد، ليالي العبدليه والتجربه هذه، خاصه انه الحفل جمعك بالكبير عدنان الشويش. التجربة كانت حلوة على الأخر، حفل اختتام تعدى ناجح على الأخر، خفت منه الحق، خفت علاش؟ قلنا علاش. أول حاجة لاش نطلع مع فنان كبير قدير كما الفنان يعني عدنان الشواشي، ديجا حاجة كي واحد يحكيها لك تخاف يعني، ما ستريس لازم يركبك يعني، فهمت؟ وزيد مع فرقه وطنيه. اي ما يفرحك زيد كمل لي عاد مش شكيك عاد انت خليني خفت ما فرحت زيد يظهر لي واحد يفرح. ما هو الخوف هذاك من الفرحه، فهمت؟ لخاطر يعني مش اي واحد يتحط في المكان هذاك، والاختيار يعني كي اختارتني سيما صمود مديره ليل العبدليه ومحمد الاسود يعني قائد الفرقه الوطنيه، كان اختيار يعني تفاجأت به الحق، فهمت؟ لخاطر مش اي واحد يطلعوه يعني مع فنان كبير كيما عدنان الشواشي، ومام طون اكيد فرحت، اما الخوف ديما موجود راهو اي فنان سواء كبير سواء صغير يعني. الخوف موجود، اسمع ديما موجود، تحس روحك ديما على ثنيه صحيحه تقدر جمهورك. هذاك هو اللي خاف، هو المسؤوليه، الخوف مسؤوليه. انا خايف اكثر منه، اما مرتضى عنده مؤهلات الغناء. معناها مرتضى مؤهلات الغناء شنو هي؟ عنده الاداء وعنده الصوت وعنده الاحساس. دونك انا ما خفتش عليه، ما نخافش عليه.
لاباس. كيفاش كانت التجربه؟ كيفاش كان الاختتام موسيقيا عن نوعيه الاغاني الموسيقى اللي سمعوها جمهور الليالي العبدليه انيس؟ كيفاش؟ انا مع الاسف ما حضرتش، انا ما حضرتش، انا عندي ارتباطات مع فرقتي لي غربيز اخواتي. ما وقفتش؟ ما وقفتش، ما صارت انيلاسيون، مش ما عزفتش بالنا، ما عزفتش، ما وقفتش. لا ما وقفتش، هو خاطر كان باش يحضر مو العرض تاجل، هو مو كان لو 8 اكتوبر، من بعد صار الظروف نتاع موت الوزير، وزير يا اخي اجلوه، وزير الصحه، وزير الصحه صحيح، واجلوه وردوه له 14 اكتوبر. وانيس يعني الجمهور اللي حضر كيفاش حسيت؟ فما تفاعل تفاعل كبير، هذاك هو اللي خلاني خاف من الاول، انه ما نلقاش تفاعل يعني من الجمهور، وانا من الاول خفت لما تتعبيش مثلا من جوج. للامانه الجمهور جاك ولا الجاسي عدنان الشواشي؟ قول لنا بكل امانه. والله العظيم حسب ما شفت يعني بعد خاطر بعد ما كمل العرض وجاو حكوا معايا برشا عباد، ديجا منهم الفنانه القديره سوليف وجوده ناجح، وحكوا معايا الحق، رتحوني على الاخر، والكلام اللي قالوه لي فيه ياسر تشجيع، هذاك اللي خلاني ديجا نرتاح بعد العرض. يعني لازم واحد يسمع حاجه حلوه هكا يقول لك كيفاش عملت، انطباعات العباد الحمد لله كانت باهيه. انا الحق مش راضي على روحي 100%، اما راضي الحمد لله. مرتضى غير راضي على نفسه. لا ما قلت راضي، اما مش 100%. يعني غير راضي 100%. ديما الفنان عمره ما يرضى. ترجمتها لك انت، انا قلت ماكش راضي 100%، قلت لي انت مانيش راضي 100%. خذ لنا الميكرو مرتضى. مش راضي اما مغرم. اما مغرم انا جاي الجديد. خلينا نختموا مع ليالي العبدليه حتى نعطيوها حقها. كان ممكن نسمعوا حاجه من النوعيه اللي تم غنائها وفي ليالي العبدليه في الاختتام شويه، اش نجموا نسمعوا؟ في الجو هذاك، في المود هذاك، باش نراو بعد حاجه اخرى. هي ديجا غنيت اغنيه لام كلثوم دليل احتار، نغنيو منها شويه. ما بين بعدك وشوقي اليك، وبين قربك وخوفي عليك، دليلي احتار، تغيب عني وليلي طول، وفكري في هواك مشغول، تغيب عني وليلي طول، وفكري في هواك مشغول، أقول أنت أنا وأنت نتقابل مع الأيام، أقول أنت أنا وأنت نتقابل مع الأيام. الله عليك. الله عليك، يعطيك صحة مرتضى. يعني في عمر صغير نحبوا هالأغاني هذه، أغاني الكبار والعمالقة. مغرم أنت؟ لا ديجا سألتني في الكوليس قلت لك لا. مصرة أنا، عرفت 22 سنة بل نجم يكونوا مغرمين ولا؟ في أي واحد يكون مغرم أكيد يعني، ولازم يعني نحكي يعني حاجة عادية يعني طول الماما ما عنديش يعني ارتباطات، ما عنديش ارتباطات. وكيف جات فكرة الكليب تبيع؟ احنا نشيكسوا فيه للسادة المشاهدين باش يعرفوا دخلة، باش نحكيوا على الكليب نتاع مرتضى شكيوة، الأغنية المساورة اللي هي جديدك اللي باش نراوه بعد شوية، كيف جاي؟ احكي لنا على مستوى التعامل مع شكون والفكرة كيف جات؟ بون المشروع هو أنا وأنيس الغربي، أن ناخذوا لي كوفر المعروفين الناجحين، وانيس يعاود يوزعهم توزيع جديد بروح جديده، نعطيه الروح نتاعي انا، وانيس بالاكسبيريونس نتاعو اللي عنده يعطيها جو اخر. يعني كل غنيه نحاولوا ان نقلبوها، اكيد ما نفسدوهاش، اما نعطيوها روح جديده. الاغنيه الجديده هي ديجا نتاع عبد الرحمن محمد، بروحي فاتت، عملنا لها توزيع جديد، صورناها في بلاصه حلوه على الاخر، ديجا تكتشفوها في مدينه بنزرت. وما هوش تعامل الاول ديجا مع انيس، انيس الغربي اللي هو معايا، ديجا سجلنا اغنيه مغرم اللي هي ديجا كنا نحكيوا عليها، وسجلنا برشا كليبات، وهو ديجا بروجي منه يعني منه تصوير يعني كليبات وكل شيء. ومنه تفرجوا تفرجوا شويه أوكي على مغرم أوكي، لانه شوقتنا باش نعرفوا شنو هي على شنو نحكيوا بالضبط. هيت نعموا المشاهده والفكره، نعموها على الساده المشاهدين اللي اختاروا يقعدوا معنا اليوم العشيه في هاللقاء الثقافي الفني. تفضلوا. ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي
صابر وصبر في هوايا داني ليل ورا ليل ولا دقت النوم شو وغرام العتاب ولا لوم ليل ورا ليل ولا دقت النوم شو وغرام العتاب ولا لوم داري أنا داري حيرتي ومراري وانت ولا داري يا ليل يا عين يا ليل يا الكليب اللي حكينا عليه وهذا الكليب اللي قاعدين برشا يتفاعلوا معاه وان شاء الله يكون بوخت بونور ان شاء الله يكون طالع خير على مرتضى شكيوة. مواصلين مع الثنائي مرتضى شكيوة وانيس الغربي باش نسمعوا علاش نسمعوا الاغنيه هذه ونشوفوهم في نوعيه اخرى. تفضلوا. وجبلك ربي كي تختيني غادي شفتيني نعشق صوفك جبت هواس على راسي انا اللي بغيت انا اللي بغيت هيا بايا ما شحال عيد صابر وشحال استنيت جبت هواس انا لراسي انا تبني وعلاش انتي يا قلبي مديتي رشو وعلاش تقدس والحيك انتي يا وعلاش كباب لدير نبوغت كوا وعلاش حتى عشقي ليك سمتني فيه وعلاش الخيط التالي البنات نقطعتي وعلاش حتى عشقي ليك ضيعتي جمالك ربي كي تختيني غادي نموت شفتيني نعشق صنفوت جبت هواس انا لراسي انا تبني برافو عليكم يعطيكم الصحة. نحب نحيي الثنائي أنيس الغربي في العزف ومرتضى شكي وإن شاء الله كل الحظ الوافر لكم الزوز. إن شاء الله الثنائي هذية والكمبليسيتي هذية والانسجام هذية يهزكم لبعيد برشا ومسيرة موفقة لكم الزوز. شكرا لكم. احنا مواصلين مشاهدينا باش نواصلوا كما أعلنت وقلت في بداية اللقاء هذية الجزء الثالث والأخير من طوق الياسمين اليوم باش يكون مع الجمال وتحديدا باش تكون بحضنا بعد شوية ملكة جمال تونس لسنة 2017. هذه فكرة على أجواء الاختتام السهرة الاختتام وعلى التتويج وراجعين تفضلوا.
ملكة جمال ولاية باجة ملكة جمال تونس 2017 خلال السهرة الختامية اللي انتظمت بالمسرح البلدي بمشاركة 16 متسابقة. سهرة جمعت ما بين الموسيقى التقليدية والحديثة ولوحات رقصة للمترشحات. جيت تشجع في زميلاتك مروة؟ اي بيان سور نشجعهم ولازم لو سوتيان مورال والحاجه باش يطلعوا شخصين عندهم كونفيونس في روحهم. اكثر حاجه نخدموا فيها نخدموا عليها هي الكونفيونس. اليوم درصاف نلقاوك في لي كانديدا ميس تونيزي، دقائق قبل الريزولتا شنو احساسك؟ نحس روحي اكسيتي برشا، تعبنا وانا بيان بريباري دونك جي هاد دو فو مونتري اللي تعبنا عليه. اونور اللي كلموني قالوا لي نحب تحضر في الجوري، معناتها ناس يكرو موي قالوا لي انا شوي كابابل باش نختار شكون معناتها احسن مراه في تونس. سام في فريمون بليزير. أنا فرحانة اللي جيت لتونس. أول مرة نعزف في تونس بعد ما عزفت في افتتاح كأس العالم للموني فوت، وهذه هدية خاصة لتونس. اليوم جيت تشجع في زميلاتك بويسك أنت مريت بها تجربة؟ ايه بيان سور باش نشجع البنات اللي مشاركين معنا. اما زيد اليوم عم جيت باش نقدم لا سواري فينال تاع ميس تونيزي 2017. كيما فرحان برشا باش نقدم لا سواري فينال ميس تونيزي. مالك اختيارها ما بين 16 كانديدات، 16 كانديدات اختاروا باش يمثلوا الجهات نتاعهم في واحده من اعرق مسابقات الجمال في تونس. برشا منافسه، ما كل ميور غاني اللي باش تستحق اللقب هي اللي باش تربح اليوم ميس تونيزي. أنا برشا ومجرى حياتك باش يتبدل بعد ميس تونيزي. أكيد إن شاء الله تيتخ مش شوية، معناها هو تيتخ ميس بيجا بركة بدل حياتي، خلي تيتخ ميس تونيزي. أكيد باش تولي خدمة كما كانت قبل أكثر، باش ريسبونسابيليتي كبيرة باش نمثل المرأة التونسية كلها. هيفا غدير تربعت على عرش الجمال في تونس لسنة 2017. هي شابة أصيلة مدينة باجة عمرها 23 سنة، أستاذة أنجليزية، عبرت على برنامجها الخاص لتطوير دار الشباب بباجة.
توا كنا نشاهدوا في اجواء السهره الاختتاميه. صعب شرح بكم الزوز هيفا غزير، مرحبا ومبروك، الف مبروك على التتويج وعلى لقب ملكه جمال تونس 2017 مدام عايده بوغ لا دوزيام فوا في طوق الياسمين. شكرا، مرحبا، جيتنا قبل وكنا وعدنا ساده مشاهدين قلنا من بعد ان شاء الله تكون بحذنا وجيتنا ومعك ملكة جمال والملكة 2017. كان المفروض بربي قبل ما نجيك هيفا سامحني، كان المفروض تكون بحذنا نهار الاثنين. والله تخرجت نهار لحد معناها في الليل ولا نهار الاثنين فجر خرجت ياسر كيما بالروبه هي اللي عملت بها باغامون خذات هواء، دونك نهار الاثنين كانت فريمون برشا سخانه، اثنين وثلاثه ما فماش صوت. نهار الاربعاء مشينا لليونيون اوروبيان، كان فما برنامج ثقافي مع اليونيون اوروبيان. ونهار الخميس مشيت عندها تكريم في بلادها في زاده في بيجا، وغدوه تكريم واحد اخر في دار الثقافه اللي هي اللي عملتها اي اللي في تستور. والبارح مشيت مهرجان تستور، طبعا نهار الجمعه مشيت لتلفزه اخرى معناها ظهرت فيها. يعني كان اسبوع حافل. اما سانوبيش اللي التلفزه الوطنيه عزيز علينا وعمرنا ما نجموا احنا جبدنا فقط للملاحظه، لانه كان المفروض تكون بحثنا نهار الاثنين وتعرف معناها كلنا نخدموا على السبق وكنت موجوده معنا في الكونديكتور نتاع نهار الاثنين. المهم ان شاء الله المانع كان خير. هيفا مبروك مره اخرى، وكنت تشاهد معايا في اللقطات وحسيت فما فرحه. اي قول لي كان حبيت فرحة كبيرة، وحتى البنات فرحوا لي بالكدا. دايوغ أول ما درت طول جيت مشيت نعنق في الميس اللي بحدايا. فرحت بالكدا، أنا كي ربحت تيتخ ميس بيجا فرحت على الآخر. كلموني في التليفون فرحت على الآخر، وكي سمعت ميس بيجا عرفت قعدت نقول هكا. ميس تونس معناها. اي لا معناها كي سمعت مثلت من بيجا. من الاول بيجا بيجا بلادي تقعد اصلي، وحتى كان مانيش ساكنه في بيجا انا الروح نتاعي بيجا. معناها انا حتى في ستاج نعيطوا لبعضنا باسم الولايات، دونك يعيطوا لي بيجا، دونك وليت انا هي بيجا. دونك هيفا احكي لي الملوكيه والتربع على عرش الملوكيه باهي مريحه، شنو اللي ربما انت ما زلت في البدايه معناها جمعه بعد التتويج، ولكن صعيبه انه وحده تكون ملكه جماله؟ والله بون صعيبه، خاطر العباد تستنى منك برشا، دونك ما لازمكش تغلط الغلطه بحسابها. فما برشا حاجات الميس مش كل مانكان، مش لازم تكون هكا تعرف تحكير زينه وكل شيء. وزيد مسؤوليه كبيره، حتى لي بروجي اللي باش نخدموهم اللي خدمتهم جايين لي بروجي. ما قبل حبيت نتوقف، انت انا ربطت من الاول بالكل كي حضرت على اللونسمون السوميغ نتاع الحصه نتاع اليوم، قلت موعد باش يكون جميل ثقافي. علاش؟ لانه جوستومون الاهداف هذوما الاهداف الثقافيه اللي باش تكون في عهده الملكة الجمال، ولانه ايضا ملكة الجمال مثقفه بالاساس. رحلت نقدمك صحفيه زميله والا استاذه انجليزيه، يعني ما شاء الله ثقافه موجوده. عايشك. اي حتى في الكاستينغ عندي تيست نتاع ثقافه عامه، تيست فرونسي، تيست انجلي، بلوزيغ تيست اللي من بعد تزيد تعاود تتعدى على الجوري. دونك كاستينغ طويل وعريض باش اختاروا لي ميس نتاع كل ولايه، ديجا بلوزيغ ايتاب. تبارك الله. باهي المشوار معناها من الاول وبدا معناها فما خدمه وفما حركه. مدام عنتر فرحانه سعيده لانه نحكيوا على عام ناول، حسيتك ماكش راضيه برشا على برشا نقاط على برشا مستويات السنه عم ناول فرحانه برشا بالبروجي اللي تعملوا، بالمثابره نتاع البنيات، بالزاده كيف التلفزه الوطنيه كيفاش مشات معاهم للولايات ووراوا الولايات، وهذا البرنامج اللي احنا نحبوا نخدموا عليه. انها كل ملكه جمال جهه تقدم الجهه نتاعها وتكون العنصر الاساسي باش تروج السياحه فيها، الثقافه فيها، الاقتصاد فيها، الاعمال الخيريه فيها. يعني هذا المكونات هذوما اللي احنا مركزين عليهم في ملكة الجمال، وهذاك علاش الجمال الروح اللي نحكيوا عليه ديما في العادة في لغتنا نقولوا ولا المثل العام اللي يقول لك ما يعجبك نوار دفلة في الواد عامل ظليل
وما يعجبك زين طفلة حتى تشوف الفعايل. هذا هو اللي احنا مركزين عليه، وهذا القولة هذه بالذات احنا مركزين عليها، اللي اشتغلتوا عليها، اللي اشتغلنا عليها. فاحنا الفعايل هذوما عندكم في 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 قادم الايام، يعني في الايامات الجايه شنو عندها باش مطالبه الميس؟ لكن ما تراش منا نقول لك ساعه قبل كل شيء، نحيي ملكه جمال تونس 2016 اللي هي بعد غدوه باش تسافر للصين وباش تشارك باش تنور ان شاء الله تونس بحضورها وتمثل علم تونس في في الصين قدام 140 دولة. نتمنى لها النجاح ان شاء الله. هذا باش تمشي ان شاء الله بعد غدوه. ونهار 24 عندنا ميس قاسرين عمناول، واللي هي الوصيفه الثانيه اللي هي باش تمثل تونس في اليابان في الدوره 57 لملكه جمال الدوليه. دونك هذوما ساعه تو موجودين. غدوه فما تكريم نتاع هيفا في دار ثقافه اللي في باجه، يظهر لي تو تحكي لكم هي اكثر عليها. اللي هي عملت فيها سال دو دانس، دانس كلاسيك. وطبعا عندها بروجي كامل نتاع عام كامل باش تكون تخدم عليه. باهي، احكي لنا هيفا، ساعه انت كرمت معناها في تيست وفي برشا بلايص، التكريم هذه نصور عنده خصوصيه غدوه. اي انا نشكرهم برشا اهل تستور البارح، فرحوا بيا على الاخر، ناس محليهم هكا البهجه في وجوههم، يضحكوا لي حتى من بعيد بالكل ويبيبيوا لي، ياسر ناس طيبين. في بيجا وانا ميس بيجا عاونوني على الاخر، كان لي سبونسور المعامل عاونوني، كان المسؤولين في دار الثقافه زاد فرحوا بيا، الوالي كيف كيف استقبلني وفرح بيا، حتى العبيد عائلتي والجيران حتى ابسط الناس كلهم عاونوني. على فرحك هذايا ولا حملك مسؤوليه وخوفك؟ معناها كيفاش نجم تخدم انت تونس الكل بصفه عامه وبيجا وجهه بيجا بشكل خاص؟ اكيد باش نخدم توا على تونس الكل. انا حكيت في السواري فينال ان شاء الله باش تلهي اكثر بمجال الصحه، اكيد مش باش ننسيو الثقافه اللي خدمنا عليها ديجا. كل وحده فينا خدمه دار ثقافه في ولايتها. دم الصحه نحب نخدم على المستوصفات التونسيه خاطر ناقصين برشا حاجات. على مستوى تجهيزات اي خاطر الطب موجودين ويعطيهم الصحه معناها كفاءات عاليه. اما ابسط الحاجات معناها كي تمشي ما تلقاش دواء، فهمت؟ معناها تمشي تعدي فيزيتا وانت ما عندكش باش تشري الدواء، فاش قام؟ وموا واحد يروح بدواء في يديه بالحق باش يبرا، ما يمشيش تعب وخسار. اي كيف باش تشتغل على النقطه هذه؟ هي تنقربوا من مشروعك اكثر، من برنامجك اكثر. اي انا ان شاء الله توجهت للسبونسور وفي لي راديو وحكيت، وحتى من تو انا من تو حتى كي حكيت في لي راديو وفي التلفزه فما ناس يبعثوا لي دي ميساج على الباج ويقولوا لي رانا نحبوا نخدموا معاك في البروجي. معناها ناس وحده تقول لي انا انفيرميير، فما برشا ناس يحبوا يعاونوا. دونك نستنى بالصغير ولا بحاجه صغيره ولا حاجه كبيره، اللي مقدور وحاجه كبيره مش خاص. معناها دونك باش نتعاونوا الناس الكل مش وحدي، كيما ما خدمتش دار الثقافه وحدي ونشكر الناس اللي عاونوا الكل. كيما دار الثقافه كيفاش خدمتها؟ شنو عملت؟ حتى وشنو الجديد اللي عملته انت؟ شنو لمساتك انت في دار الشباب ولا دار الثقافه ببيجا؟ دار الثقافه كان عندهم بروجي واقف يحبوا يعملوا سال دو دونس كلاسيك للبنيات الصغار. دونك البنيات واللي بارون طالبين ويستناو عندهم برشا. الفورماتور حاضر زيد عمل فورماسيون يستنى. لقيت البروجي واقف على خاطر الامكانيات. مشيت انا توجهت دقيت البيبان وعاونوني كبار وصغار بالحق كبار وصغار. وخدمنا سال فارغه معناها حاطين كل مخزن هكا حاطين فيه دبش. فرغناها عملنا باركي المرايات الباغ باش يشدوا فيه، دهناها كليماتيزور، حتى الباب والشباك بدلناه. فهمت؟ شو احساسك هيفا؟ يعني نتصور في العمر هذه بنوته مزينه محلاها قرايه 23 سنه، عشنا كلنا التجربه هذه وكنا مدلات في ديارنا ومعناها وهاجسنا الاكبر خليني نقول معناها هو اننا نقراو ونجيبوا الشهاده اخر العام. يعني انك تعمل بيديك انت هل الاهداف النبيله هذه وتمسح وتنظف وتدهن في العمر هذه، شنو الاحساس اللي وراء هذا الكل؟ بون انا حتى في دارنا نعاون نطيب وننظف، وحتى قريت في سوسه 3 سنين باش خديت ليسونس في الانجلي. سكنت في لي فوايي، سكنت وحدي، عشت وحدك وعملت على وحدك. صعيبه من ناحيه اللي
سي فري خاطر مشيت وجيت على بيجا برشا و ونركب في الواجهات وفي القويل نتاع السيف انا البحر ما ضقتوش ومش كان انا بالحق حتى البنات انا كان لي الحظ اللي لقيت دي سبونسور عاونوني عندنا ميس مهدية باغ اكزومبل برشا دي ميس اخرين بيديهم تحفر ولين طبعت لنا تصاور يديها تجرحت وبنزرت بيتها في دار الثقافة كاريمون والله تعرف فيها بنزرت منزل بالكيبة هي دار الثقافة تقول لي لو هي لمت أصحابها وولادها واللي يعطي 100 واللي يعطي 50 واللي يعطي 20 وباش هما شراو الدهن وباش نظفوا وباش وخدمة كبيرة يلزمها يكملوها قبل الستاج كانوا يباتوا في دار الثقافة باش ينجموا يكملوا يخدموا ليل ونهار باش يخلطوا في الوقت باش يخلطوا قبل التربص خاطر احنا طالبينهم انهم يجيبوا لنا فيتيا قبل كيفاش كانت دار الثقافة وبعد كيفاش قبل وبعد قبل وبعد تعرف انا علاش عجبتني وقعدت نضحك ونتبسم لانه بالحق هذا مثال كسوسوا انت ولا البنات اللي حكيت لي عليهم هذا مثال لمرأة تونسية كومباتونت كابابلية كل واحدة بالتونسي هكا تثني الركبة وتعمل برشا حاجات لمرأة تونسية يظهر لي انت مثلتها حتى بالبيت هو راهو شوف سامحني انا المبتغى نتاع التظاهرة هذه احنا كميس تونيزي هو هذا معناها انها هي جاية ماهيش باش تخدم روحها هي جاية باش تخدم غيرها ولو انها هي مستحقة هذا الامبليم نتاع هذا هو يعني نبل الاهداف اما انا نحب نزيد حاجه قبل ما نعطيو الكلمه لزميلتي ايمان انه الاجمل يظهر لي مدام عنتر انه ما نقدموش لمراه على انها جسد اكهو انها وجه جميل اكهو انه مراه فعلة وعندها ما تقول في روحها راجعين باش نحكيو في خيط نختموا الموضوع هذا نعطيو الكلمه لزميلتي ايمان مجده صغير باش تقدم لنا الفقره نتاعها الثانيه كويك نيوز وراجعين مرحبا بكم من جديد في كويك نيوز الأخبار السريعة باش تكون البداية مع مهرجان فيلم العربي في فرنسا وين تم تتويج فيلم خلينا هكا خير للمخرج مهدي البرساوي بجائزة مسابقة الفيلم القصير في نفس المهرجان نلقاو تكريم آخر وتتويج على كف عفريت الكوثر بن هنية اللي تحصل على تنويه لجنة مسابقة قسم الصحافة كيف ما نلقاو زادة الجائزة الكبرى اللي كانت من نصيب الفيلم المصري أخضر يابس لمحمد حمد نمشي لأخبار آخر سريع وفي كواليس مهرجان الإسكندرية السينمائي اللي كان لدول المتوسط وتتويج وتكريم الهند صبري وين تحصلت على جائزة فاتن حمامة كأفضل ممثلة عن فيلم زهرة حلب الفيلم هذا كيف ما قلت هي شركة فيها هند صبري وهي جائزة رقم 27 من نصيب هند صبري كانت فرحانة برشا مع هند صبري وكواليس المهرجان هذا نلقاو جمال ونلقاو حضور لدرة زروق الممثلة درة زاروق اللي شفناها في إطلالة جميلة برشا وبرشا ناس فرحوا بالإطلالة هذه الدرة زاروق من الفنانين والممثلين والجمال والمهرجانات السينمائية نمشي ونحكي على ندوة وملتقى ومتظاهرة بش تصير في المغرب وبش يكون فيها مشاركة عربية نحكي على مئة شاعرة من العالم العربي في فاس في المغرب الندوة هذه هي ندوة نقدية عربية بش تكون إن شاء الله نهار 20 أكتوبر كيف ما قلت في المغرب فاس وبش تكون فما مشاركة تونسية اللي باش تأمنها الشاعرة التونسية راضية الشهيبي هذه الأخبار السريعة لليوم نرجع لكم غدوة في أخبار سريعة وعالم الفنانين والمشاهير نواصلوا طوق الياسمين وضيوف إيناس شكرا لك إيمان يعطيك صحة هذه المداخلة الثانية كما عودتكم يوميا من اثنين للخميس إيمان أنا نرجع باش نختم مع ضيوفي في البلاتو ونهايتها احنا نقولوا مسك نهايتها جميل اليوم معكم الزوج مدام عنتر شنجمو نختم نقولوا نحب نوضح نقطة هامة بالنسبة لنا احنا كمنظمين هالتظاهرة متاع ملكة جمال تونس الملكة جمال راهي ماهيش جاية باش تعمل اي حاجة معناها غايبة عن المتطلبات المجتمع متاعنا الابجكتيف متاعها انها يلزمها تكون هي دينامو موتور في الجهة انها تقرب الناس اللي عندهم امكانيات في الجهة متاعهم والناس اللي عندهم احتياجات خاصة حتى الناس الجهة يقوموا بنفسهم بالجهة متاعهم وحتى نبعدوا على مناطق الظل ونهربوا من برشا حاجات نحبوا نعاونوا بنيو بلادنا كل واحد من جهته كل الناس من جهة متاعهم يبنيوا وهي تكون همزة الوصل في هالجهة هذه هذا الخدمة اللي هي مطالبة بها ملكة الجمال وطبعا ملكة جمال تونس باش تكون على كامل الجمهورية ملكة جمال الجمهورية تكون على تخدم على كامل أوضاع الجمهورية على مدى استعدادها وكيفاش خمت
استراتيجية العمل نتاعها باش نجم تلعب الدور هذي ماهوش سهل. يعني انت تقريبا هون تلعب في دور كأنه دور السياسي، كأنه دور المثقف، كأنه دور نائب في البرلمان. هذا هو يعني حلقة الربط. فكر لي كيفاش، خمم لي واعطيني وقرب لي كيفاش باش تخدم على المدى القريب والمتوسط. اما مدام معناتها نحب نعرف ان الجمعية التاج شنو دورها، يعني باش تختفي، باش تكون وراها، باش تكون السند، باش تدعمها من بعيد من قريب، كل شيء باش تنصحها، باش تخليها تعمل على روحها على ذاتها. يعني اعطيني انتوما دوركم. شفت النطاق اللي النطاق هذوما لي بوين هذوما اللي قلتهم كلهم موجودين. يعني احنا باش نقولوا لها سند، باش نعاونوها، باش نوجهوها، باش العلاقات اللي عندنا باش نمشيو فيهم ونقربوها بيهم، سهلوا لها معناها نسهلوا لها بعض المأموريات. لكن زيدة هي راس لا تيت دو لا بيراميد كما يقولوا بالفرنسويه، معناها هي هي راس الهرم، هي اللي باش تكون في الواجهه، يعني هي اللي باش تظهر عند الناس الكل. معناها احنا حتى كان نخدموا حاجه من بعيد وسورتو اللي تأطير لها هي طبعا، نحاولوا باش نعطيوها المطالبات اللي هي في الميدان، مثلا مع علاقات مع وزاره الصحه باغ اكزومبل، ولا كيما عملناو مع وزاره التربيه، ولا يعني وسنا مع وزاره الثقافه. يعني فما حاجات اللي نجموا نعاونوا فيهم، لكن احنا معاملين عليها وشفناهم. هذاك علاش عملنا التربص قبل ما يدخلوا للتربص، خدموا الاعمال هذيك حتى تكون لهم هما تريننج، حتى يكون هو تمرين لهم هما من غير ما عاونهم حتى حد راهم. هذه اللي انا فخوره بهالبنات هذوما، على خاطر لازم نوضحوا حاجه، اللي البنات هذوما راهم ما همش جايين باش ياخذوا امكانيات ماديه، راهم قاعدين يلعبوا كيما ليكيب ناسيونال قبل، يلعبوا على علم، على علم تونس. وهذاك علاش احنا فخورين بهم وكل التقدير لهم، ومستعدين كيما بلغتنا نقولوا من عينينا نعطيهم لهم. اما بالحق يلزم الشعب التونسي الكل يفهم اللي البنات هذوما راهم لهم قدر كبير، على خاطر ما همش طالبعين في حتى شيء، هما جايين متطوعات، والعمل التطوعي هو اللي نجموا نبنيوا به تونس غدوه، وتونس بعد شويه، وتونس بعد عامين وثلاثة، وحتى بعد قرون إن شاء الله. طبعا وبتكثف الجهود الناس الكل. هيفا كنت سألتك وقلت عندك خطة وعندك رؤية واضحة باش باش تبدأ؟ أي إن شاء الله. أنا كما حتظهر لي صعيبة، أنا طبعا بديت نفهم الحكاية، ما إيشي هينة، ما إيشي سهلة، ما إيشي تفذليكة. يعني عندك أجندة على المدى القريب المتوسط، عندك برنامج واضح، عندك خطوط عمل، عندك استراتيجية؟ أكيد أنا ليلة اللي ربحت من غدوة صباح قاعدة نخمم بين مستوصف باش نبدا. أكيد هاني قلت لك بداو يجوني لي ميساج فريمون يعطيهم الصحة، الناس هذوكم باش نتلموا مع بعضنا، باش نبداو نخدموا، نشوفوا أنه المستوصف اللي ناقص أكثر. فما مستوصفات في مخي معناها برشا بلايص ناقصة، عندهم أولوية أكثر. أي باغ إكزومبل المستوصف اللي كانت ماميتي تزني لي وأنا صغيرة. ما تقوليش الحنين هزك. لا خاطر توا ما عادش تهز خويا صغير. خاطر توا ما عادش تهز خويا صغير على خاطر تجهيزات زايده، المشي ساعات ما تروح بلاش دواء، ولا طبيب تلمو عندها انشغالات اخرى يعيطوا لها في برشا بلايص. باش نحاولوا نشوف الطب يتطوعوا يجيو ويخدموا من عندهم متطوعين كما كانت تحكي مدام عايده. يعني قلت لك الانفيرميير اللي بعثت لي ميساج ان شاء الله باش تجي وتتطوع زيدا. انا نمشي نحضر باش نحاولوا نوفروا التجهيزات اللازمه، الدويات، باش نحكي مع لي فارماسي الصيدليات الموجوده، الغروسيست، لي فارماسي سنترال زيد. انا يفو فار بلوزيغ كونتاكت كيما تعرف، كل الناس كل لازم تعرف. وانا بيرسونيلمون عندي ثقه فيها، خاطر شفتها. ممكن احنا ما لقيناش امكانيات ماديه، وهي وحدها نجمت لقات امكانيات ماديه اللي عاونت بهم معناها وعملت بهم كيما الكليماتيزور وكل. دونك هذوما كلهم امكانيات الماديه اللي قاتهم من عند سبونسور. دونك تبارك الله، معناها سي محلوله. تحس قدامك، تحس فما تحمس المشروع ككل؟ والله التوانسه يحبوا يعاونوا، اما يخافوا يقول لك باش نعطيه يمشي يصرفهم ولا حكايه. اما كي يلقاوك بالحق حابب الفلوس نقولوا احنا مشيت في بلاصتها. اي ويراو على عينيهم ديجا قبل وبعد، راه هذه هي معناها احنا علاش عملناها من قبل ما يدخلوا للتربص، حتى العباد يفهموا اللي راهو ماهيش تفديك، راهي بالحق هذيك هي راهي ماشيه باش تخدم ميدان ما. وقت اللي قلنا دور الثقافه تخدموا دور الثقافه، عملناه قلنا المدارس تخدموا المدارس. يعني هذا هو، احنا نحبوا الناس يعطيوا الثقه في هالبنيات هذوما اللي هما ماهمش جايين باش يفادلكوا، ولا جايين باش يوريو قامتهم ولا جمالهم، لكن هما جايين باش يثنيوا الركبه ويخدموا الجهات نتاعهم ويخدموا تونس ان جينيرال.
توا هيفا ما تراش انه قدمتك وقلت بين الانجليزيه وبين دراسه الصحافه ما تراش انه فما حاجه تنجم تعاونك برشا يظهر لي اللي هي دراسه الصحافه بالمفروض هكا اي تعرف كيفاش تحكي مع العبيد وتقنعهم باش يعاونوك باش يمشيو معاك حتى طفل صغير باش تحكي معاه يمشي معاك لازمك تعرف كيفاش تقنعو لازمك والصحفي كارني دادغيس وعلاقات ولغه معناها وفصحى وقدره على الاقناع يعني هذا الكل من المفروض وانه يعاون ما برشا ناس كي ربحت تيتخ قاعده نتعرف على عبيد وبالحق اللي عندهم قدره باش يعاونوا قاعدين يعاونوا كي يشوفوا اللي فلوسهم وتعبهم همش ماشي خساره على عينيهم ساعات يجيو يشوفوا دونك مستعدين يعاونوا جوست يعطيو فيك الثقه وهذاك اش طالبين احنا طالبين الثقه نتاعها دوليا فما خدمه على الميس 2017 مدام عنتر باش نخدموا عليها نلمعوا يعني نروجوا خليني نقول مش نلمعوا هي ما شاء الله عليها ما ناقصها شيء اما نروجوا الميس نتاعنا يعني كيما صاير في العالم اجمع ديما نراو انه ياسر يحطوا بهرج على المهرجان على السهرات اللي كيف ما هذوما يعطيو قيمه وطيولوا كريسي برشا للميس نتاعهم يخليوها تشارك في تظاهرات باش تهز دراب وتونس فما اشتغال هكا هذا دور جمعيه هذا دورنا احنا دي عضوة عندها لقاء عن طريق لوفيس ناسيونال دو توريزم لو ان تي تي باش تتقابل مع ملكة جمال جايه من برا جايه من هنغري من المجر ومع صحفيين وباش تكون هي باش تفطر معاهم غدوه وعندها دونك دور كبير غدوه زاده بالترويج السياحه لبلادنا هذه حاجه ثاني حاجه احنا كما قلت لك عندنا تظاهرات عالميه نشاركوا فيها من اقوى التظاهرات العالميه هي ملكة جمال العالم اللي باش نمشيو لها دونك بعد غدوه ان شاء الله البنيه باش نورنا طبعا هي لازمها تحضر 2018 الملكة جمال العالم 2018 ان شاء الله هيفا باش تكون هي المشاركه فيها وتعرف اللي هي باش تشارك في ملكة جمال العالم يلزم تكون عندها بروجي زاد هيومانيتير عملته خاطر هي لومبليم نتاع الملكة جمال لازم يكون سامحني هو ذاته اللي تشتغل عليه توا لانه سؤالي الموالي كان باش تقول لي ليه باش نقول لك كيفاش تنجم مسكنا توافق على انه وليت نشفق عليها لا لا كيفاش نجم توافق بين برنامج هذا وبرنامج هي البرنامج العالم. اللي البرنامج الصحه وبرنامج المستوصفات هي باش دونوا باش تحضروا باش كيف نحضروا الغوبورتاج اللي باش نبعثوه للميس وورد هذه مفروض نقولوا واحد اثنين في واحد لكن هي ماهيش باش تكتفي على الخدمه هذيك نتاع المستوصفات طبعا هي باش تمثل تونس في عدد الجهات في المجتمعات معناها في لي ريونيون اللي باش يصيروا في لي فيستيفال في الملتقيات باش تكون هي حاضره يعني في لما تكون فما عزومه زاده من عند دي بارتنير ولا من عند اطارات اخرى ولا حاجه باش تكون هي حاضره بوجودها طبعا هذاك الكل لكن الخدمه نتاعها اللي هي ماشيه فيها اكثريا هي اللي واضحه معناها وبالنسبه لي نحن برنامج مخطط هي المستوصفات حتى خاطر ميدان الصحه عندك ميدان الثقافه وميدان الصحه وميدان التعليم هما لي باز دو لا سوسيتي دونك قد ما نعاونوا قد ما شويه اكيد يلا كلمه ختاميه اذا كنت توجه الكاميرا تقول للناس للحالمات بالجمال والتربع على عرش الملوكيه وعرش ملكه جمال تونس في السنوات الجايه تقول لهم والله كنت لخص لهم التجربه تقول تجربة حلوة في تتعبوا شوية برشا مش شوية ما تجربة حلوة في ستاج تعبنا أما تعلمنا ما خرجت حتى واحدة يديها فارغة نصحهم يتقدموا ويجيوا يشاركوا يكون عندهم ثقة في رواحهم خاطر بالحق باش تفيد بلادك وباش تستفيد انت زادة نحب نقول راهو صحيح صعيبة خاطر لازمك تكون بارفيت في كل شيء انا هبطوا تصاور هكا في الظليم وقتها بعد الكورونمون وكل شيء طفيه والضوء بقي يصوروا فيا في الظليم دونك هبطوا كلهم يقولوا ما خيابها الميس وكل شيء وهي الظليم معناها انا قريت كلام كيما هكا الحقيقه وخيرت اني ما ندخلش في المتاهات هذوما علاش لسببين الاولانيه اني انا ريتك في الدنيا برشا ظلمتها الكاميرا هذه اكيد باش نقولها لا نعرفها لا تقرب لي لاول مره نراك ولا لا دونك انا في الدنيا عجبتني احلى برشا من اللي ريتك على صفحات التواصل الاجتماعي واثنين عجبتني في حاجه اخرى هيفا انه جمالك سمرة هذا هو الجميل الاصلي لتونس عمرنا لا كنا لا زعر لا شقر لا عينينا زرقاء لا خضراء هذا هو الزين التونسي نتاعنا العربي شقول لك صح؟ عايشة وبربي نحب نوضح حكاية أخرى راهو كي نربحوا راهو ثلاثة حاجات فما الفوت اللي باغ اس ام اس صحيح هذيك بارتي
فما زيد نوت متاع الجوري اللي حاضرة ليلة السواغي 11 يدولي في الجوري النوت متاعهم محسوبة، وفما النوت متاع ستاف اللي شهر كامل نحنا نقوموا من الصباح حتى الليل ونحنا يا بنتي ما تبررش خذيتك المخرجة جروب لون قول لنا راك عسل وراك تهبل وراك محليك في الدنيا ليه خاطر يسخلوا بوتك هاو راهو مش بوتك هاو لا محليك هيفا والأحلى من هذا هو الثقافة اللي وراك وال خلينا نقول النبل الأهداف والانجاجمون الالتزام نتاعك هذايا الأجمل وهذا اللي يزيدك جمال فوق الجمال. وفات هي اللي جايين اللي باش يعملوا سينما اللي جايين باش يطلعوا مغنيين لا هما ولو أنهم عندهم دي تالون وكل لكن هما جايين باش يخدموا تونس هذا المجتمع. أهداف نبيلة يعطيكم الصحة الزوز شكرا لكم وإن شاء الله موافقين وإن شاء الله كل مرة هكا نغيبوا عليكم أشهر ونرجعوا باش نشوفوا فين وصلتوا. باش نقول لكم باش نقول لكم يعيشك باش نقول لك هكا نوصل نهاية حصتنا اليوم نعاود نذكر طوق الياسمين على الفيسبوك 71-284-183 رقم الفاكس نتاعنا حتى نتواصل معكم. نكملوا بالفيديو هذا باش نقول لكم تصبحوا على خير غدوه ان شاء الله في عدد جديد نتلقاو في الامان.